أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال أنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس. وقالت جونسون: على مدى 24 ساعة الماضية عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية. وأضاف جونسون: أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة البريطانية عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس. وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة البريطانية ذا السن أنه ربما كان لزاما على وزيري المالية والصحة في بريطانيا العزل الذاتي بعدما أمضي وقتا مع رئيس الوزراء جونسون. يذكر أنه قد أصيب ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، لافتا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.